رمضان المعظم ليك ولكل السادة المشاهدين، يا رب يكون شهر كريم وشهر مبارك لينا جميعا إن شاء الله، وشهر خير كلنا بإذن الله. ربنا إن شاء الله خلال هذا الشهر العظيم المبارك ربنا يخلصنا من الوباء اللي احنا فيه من الغمة، ربنا يحفظ مصر والمصريين وكل الدول العربية والإسلامية، وينجي العالم كله من هذه الجائحة التي تجتاح العالم وتركت آثار كبيرة جدا. أعتقد أثرها هتغير العالم، العالم قبل كورونا غير العالم بعد كورونا. مؤكد أن هناك تغييرات كبيرة ستشهدها الكرة الأرضية، يعني دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. نتمنى أن كلنا نستفيد من الدرس ده، واللي مش هتغير بعد كورونا دي أعتقد يبقى الأمل في تغييره صعب جدا، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات أو على مستوى الهيئات. لابد أن يكون في تخطيط كامل لكل حاجة، يعني كورونا دي هتغير العالم وهنشوف لها تغييرات حتى على الوسط الرياضي اللي احنا هنتكلم فيه في مجالنا في تخصصنا. مؤكد ان كرة القدم هتختلف تماما بعديها، النواحي الاقتصادية هتختلف تماما، اجور اللاعبين، الرواتب، الدنيا هتختلف تماما تماما تماما. ده امر حتمي على الجميع، ده امر حتمي على العالم، ليس فقط لاثار اقتصادية، ولكن لان الرؤى يعني هتتجه الى اشخاص اخرين. يعني كان لعيبه الكوره ونجوم الكوره والمدربين اثارهم خياليه. بص، الناس عندنا دلوقتي في المجتمع زي الاطباء اللي هم لا يتقاضون شبه رواتب، زي المعلمين الذين لا يتقاضون شبه رواتب. المجتمع دلوقتي او المجتمعات او العالم حس باهميه العلم والتعليم والصحه والطبيب والممرض، دول اللي هم اللي بيشيلوا الناس وقت ما الانسانيه هتنهار كلها، هتلاقي دول هم اللي واقفين. ان شاء الله نتمنى ان الرؤيه دي تكون موجوده في كل عالم، واكيد موجوده في مصر، اكيد الدنيا هتتغير بشكل كبير جدا. يا رب خلصنا منها على خير ونخرج منها بدروس مستفاده، ونخرج منها يعني في طريق مستقيم مع الله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب باذن الله يكون شهر كما هو المعتاد كريم على الجميع، ويكون شهر خير باذن الله على العالم كله وعلى المسلمين اجمع. يا استاذ اوسي، كمان النهارده بتحل ذكرى تاسيس النادي الاهلي، او بكره تحديدا مش النهارده، يوم الجمعه، ذكرى تاسيس النادي الاهلي. عدى 113 سنه على مسيره عظيمه للنادي وكيان كبير واحسن نادي في الكون، يعني زي ما بيلقبوا دايما جمهور النادي الاهلي. حابب تقول لي في الذكرى؟ طبعا، يعني 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 من الفال الحسن ان ياتي اول يوم رمضان مع ذكرى ميلاد النادي الاهلي. يعني 24 ابريل ده يعني يوم تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي، يوم التأسيس، يوم أول ظهور للنادي الأهلي على الأرض وفي الحياة. 113 سنة النادي الأهلي، 113 سنة من التاريخ، 113 سنة من الإنجازات، 113 سنة من المبادئ، من القيم، من الاحترام، من البطولات. 113 سنة خلفه شعب كبير هو جمهور النادي الأهلي العظيم بالزبط. في كل مكان، ملايين في كل مكان داخل مصر وخارجها. 113 سنة جعلت للأهلي بصمة كبيرة جدا موجودة في الحياة، سواء داخل مصر أو في منطقته اللي هي القارة الأفريقية أو منطقته العربية أو على مستوى العالم. الأهلي له اسمه وله تاريخه وله قيمته وله وجوده، دايما بيتصدر الريادة، دايما في القيادة، دايما في المقدمة. يا رب إن شاء الله تأتي سنة 114 والأهلي يحقق فيها إنجازات أكبر وأكثر، ويواصل طريقه ويواصل مشواره. وبرضه في 113 الأهلي بإذن الله عندما يستكمل الدوري سيحصد بطولته المفضله اللي هي بطوله الدوري ان شاء الله، اللي هو قاب قوسين او ادنى منها، وربنا يكرمه ان شاء الله ويحقق لقب قاري غايب عنه من 2013. يا رب سنه سعيده على النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي، ونتمنى للنادي الاهلي دايما التوفيق، لان النادي الاهلي رمانه ميزان في الرياضه المصريه، في الكره المصريه. استقراره بيعبر عن الاستقرار في الكره المصريه، وهو مؤسسه يعني نموذج يحتذى به الحقيقه النادي الاهلي. ويكفي في حاجات طبعا اكيد هنتكلم عنها في الحلقه ان شاء الله، بتعبر عن قيمه وقدر النادي الاهلي وشموخه وكبريائه على مدار 113 سنه. يا رب دايما في ازدهار واستقرار وفي امان. يمكن شفنا في ظل هذه الجائحه التي تجتاح العالم حاله الهدوء اللي فيها النادي الاهلي، حاله الاستقرار اللي فيها النادي الاهلي. شفنا الشخصيات حتى في فتره الحوارات اللي بتظهر كتير جدا، شفنا الشخصيات اللي بتمثل النادي الاهلي بتظهر، بتتعامل ازاي، بتتكلم ازاي، اتربت ازاي في النادي الاهلي، وبتعبر عن قيمه النادي الاهلي. الادب والاحترام كله موجود في النادي الاهلي. ايه يا استاذ اوسي ابرز ما يميز النادي الاهلي على مدار تاريخه؟ يعني انت دلوقتي مثلا نادي عنده 113 سنه دلوقتي في تاريخه، لكن محقق كم هائل من البطولات في مختلف الالعاب، بتحديد كره القدم كمان عدد كبير جدا من الالقاب والبطولات بخلاف الانشطه الاخرى وكلام من ده. ايه اللي مخلي النادي ده ما شاء الله لا قوه الا بالله
بيقدر ان هو يحقق كل هذه الانجازات خلال 113 سنه، عدد اكبر من عدد السنين اللي تاسس فيها النادي الاهلي. او السنين اللي بيميز النادي الاهلي عن الاخرين هو العمل المؤسسي، العمل المؤسسي في النادي الاهلي، وانه ليه خط رسمه لنفسه ماشي فيه، وليه طريقه اللي محدده، وليه هدفه اللي عارفه عايز يوصل له كويس، وانه نادي بيلعب دايما على البطولات، دايما بيلعب على المركز الاول. حلو، واخد بالك؟ وان نادي في اطار ده وهو بيسعى للبطوله عنده قيم وعنده مبادئ وعنده اخلاقيات بيتمسك بيها في طريقه. فما فيش حد يخليه يحيد عنها. مهمه المبادئ والقيم طبعا، لازم يكون عندك